نحن حكينا مع زوجتك كارين وبعتت لنا هالفيديو، خلينا نتابعه سوا. شو عاملة فيك جويس؟ شو عاملة؟ ما جابت أجلي. ما بعرف شو بدي أقول لك، شو هالقصة، شو هالشعور، شو بعدين بيفهم واحد شو يعني البي، وبيفهم شو يعني الحياة، وبيفهم كل شيء. قديش كنت معتبر حالي مكرس حياتي لأدافع عن الناس، بعد ما عشت أنا هيدا الشعور صرت أكتر وأكتر حسيت أنه هيدي قديش صعوبة الحياة إذا واحد عنده هيدي المسؤولية، وشو بيكونوا عم بيعيشوا الناس، وقديش مسؤوليتنا كبيرة أنه نحمي الناس وندافع عن حقوقهم كرمال تا يقدروا يهتموا بأولادهم بعيالهم. الكاميرا بوجهك، إلا شي لجويس وعادة فيه بعد 20 سنة تحضره وتسمعه. شيل مطمئ برج حمود مترو؟ تجيبي مطمئ. لا بدي أوعدها، ما رح أوعدها رح أقدر حقق، لأنه ما حدا لازم يقعد حدا أنه لازم يحقق، بس شيء الأكيد أنه رح أوعدها أنه رح أعمل كل شيء كرمال تكون الحياة بوعدك، أنه رح تكون رح أعمل كل شيء تتكون الحياة بلبنان أحلى حياة بالدنيا، تقدر تعيشي بلبنان أحلى حياة بالدنيا. حياتك.